السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. طريقة لمراسلة أي شخص على الواتساب، وأخيراً وليس آخراً، طريقة لمراسلة أي شخص على الواتساب دون تحميل أي تطبيقات ودون برامج، يعني دون استخدام تطبيقات ثانية. كنا أول معاناة والله يا جماعة الخير، إن لما نيجي نراسل أي مندوب أو أي شخص على الواتساب لازم ندخل على تطبيق لمراسلة. لا، الآن جايب لكم طريقة ضافتها تطبيق أو ضافتها الواتساب، وهي كيفية مراسلة أي شخص على الواتساب دون حفظ رقمه. طريقة سهلة، وكل عليك يا صديقي عشان تفيدك الميزة إنك تحدث على التحديث الأخير لتطبيق الواتساب. قبل ما نبدأ في شرح الفيديو، لا تنسوا نعمل اللايك والاشتراك بالقناة لدعمنا وتشجيعنا، ولكي نقدم لكم كل ما هو مفيد وجديد في شروحات الآيفون. طيب، ندخل على الواتساب الآن. هنا واتساب خبراء التقنية، رسالة دردشة جديدة. راح أروح إلى دردشة جديدة. دردشة جديدة. راح يطلع لنا خانة جديدة. دردشة جديدة. بحث عن اسم أو رقم. حقل البحث. بحث عن اسم أو رقم. نضغط عليها. حقل البحث. جارية تحرير. حذف. طبعاً هنا نلصق الرقم. الكلمات تحرير. بالشكل هذا. لصق. ننسخ الرقم من الهاتف مثلاً. جانا المندوب. كل اللي عليك إنك تنسخ الرقم من الهاتف. لصق. وتسوي لصق. Class 966. نتائج أرقام ليست مسح النصب. ونمشي لما نلقى حد اسمها. أرقام ليست ضمن جهات اتصالك. أرقام ليست ضمن جهات اتصالك. Class 966. أنشاء رسالة. Return. نقدر. ألف. نرسله أي رسالة في الواتساب. نرسله الموقع. نرسله أي شيء نبغاه في الواتساب. وصلت معكم لنهاية الفيديو، أرجو أن يعجبكم ونال إعجابكم.